عايز تقول لي حاجه على بيبي اللي شاط الكوره من اول امبارح وصلت النهارده؟ يعني طبعا كاب فيردي بعد خلاص ما كان في ايام وان مصر تلعب كاب فيردي كل تناول قصه الراجل اسمه بيبي ده. الراجل ده لو شاط الكوره من بره الاستاد هتخش جون. هي القصه كلها ان الراجل ده مميز جدا جدا في التصويب. بيلعب في رايو فايكانو، هو لعيب كبير في السن ولكن عنده رجلين يمين يعني مدفعجي. لما نيجي نستعرض ابراهيم، هو الراجل ده جاب السنه دي 4 اهداف في اسبانيا، 2 في الكاس و2 في الدوري. دي الخريطه، دي خريطه التسديد، اماكن التسديد بتاعت بيبي في المباراه الاولانيه بتاعت غانا. هتلاقي ان الراجل النقط السوداء دي اللي شاطعه من بره منطقه الجزاء، فهو الراجل على طول دايما الاوبشن عنده الاولاني ان هو يقطم لجوه ويشوط برجليه اليمين، لان رجله الشمال ما جاتش، ولكن رجليه اليمين حاجه صعبه جدا. هنشوف الصوره اللي بعدها، ده الهدف اللي جه في منتخب موزمبيق. بص المسافات بتاعت الراجل بيشوط من بره منطقه الجزاء، ده انت لو جيت اللي هي وصل ما بين النقاط مش هتعرف توصلها. بعيد جدا جدا. بص كلهم من بره منطقه الجزاء. اللي بعدها برضو ده هنا في مباراه رايو فايكانو وريال سوسيداد، ده هو جاب هدفين في الدوري، واحد ضربه جزاء والتاني برضو من منطقه الجزاء ومعانا الهدف ده. ودي برضو المباراه بتاعه الكاس كانوا بيلعبوا اتلتيكو لوجونيس وهو جاب برضو هدف برضو قيمه من بره بين نص الملعب، يعني ما بين نص الملعب وبين 18. القصه كلها في الراجل ده تهريجه بيه. راجل مرعب. لما نيجي بقى نستعرض، بص الكره دي كانت قبل الهدف اللي هو جابه روبرتو كارلوس. بص الراجل مشاط الكوره، الكوره دي جت في العارضه كانت هتبقى احلى من احلى اهداف البطوله. راجل شاط قنبله في الدقيقه 23، وهقول لك ليه التكنيك بتاع الكوره عمل كده وليه الحارس عمل كده. بص الكوره دي جت في العارضه، اللي بعدها على طول هي الكوره بتاعت الجون. ولما الكادر يقرب شويه هتشوف الراجل ده، هي القصه كلها ابراهيم ان الراجل ده بيلعب الكوره بصباع رجله الكبير، فالكره بتاخد سويرف ما بتاخدش سويرف معين، الكره بتروح وبتيجي تفضل. عارف انت زمان لما كنا بنشوطوا الكره ببلاستيك تقعد تعمل كده عشان الكره اضعف من الرجل. بص هنا انا جايب لك اللقطه بالظبط. بص هو بيشوط في حته معينه برجله، فالكره الحارس لما جات له فهو ما بقاش عارف ان هو غيرت اتجاهها بالظبط، غيرت اتجاهها مع الشمس مع السرعه بتاعه الكره. وبص الكره كانت فين اصلا، بص علو الكره فين. بعد كده قامت نازله ابراهيم في الجون. فبقول لك هو الراجل ما كانش عارف يعمل ايه. حتى كمان بعد الهدف ده في الهدف الثاني اللي الراجل برده جابه هنا برده ده في الدوري الاسباني نفس الطريقه. دايما الراجل يا هيما بيقطم لجوه علشان يوسع نفسه، هنا وسع بيحاول يوسع نفسه، الراجل قفل عليه هيخش جوه اكتر، هيخش لجوه اكتر وهيحط وش رجله جامد جدا جدا. زمان لما كنا بنبقى بنلعب في الشارع او بعد كده بقى لما بيقول لك حجز الملعب وبتاع حاجزين، فاحنا ده اول ما يجي واحد معاه سر رجليه تقيله ما شوتش ده ما شوتش ده ما شوتش ده، واصلا انت بتقوم قايل له كده ليه؟ عشان يشوط، عشان خاطر يشوط، عشان خاطر تسخنه، فهو مش هتقوم جاي في اي حته. ده حقيقي، ده اللي بجد ما يشوطش. ده اللي بجد ما يشوطش. المصيبه بقى انه مش في الراجل ده بس، في تمان مينديز او بورك بيبي، ده الجون اللي جابه، هو الجون الوحيد اللي جابه في الدوري يعني. الكره اللي بعدها بقى ده الهدف الثاني اللي هم جابوه. على فكره بالمناسبه يا جماعه، هم مش بيعتمدوا على التصويب فقط، هم بيلعبوا دايما من اللعب المفتوح واللا مركزيه اللي في الخط الامامي، ولكن عندهم السلاح ده. فده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، بما ان احنا مراجعه ليه. بص هنا الراجل قام بص بعيد قوي قوي يعني بعيد جدا، ولعبها في اقصى الزاويه الشمال وهو في اقصى الزاويه اليمين، كانت صعبه جدا على الراجل. فهنا ناخد بالنا من حاجتين، محمد الشناوي طبعا لازم ياخد باله، اكيد اكيد كان في تعليمات. لا الشناوي لازم يصحى طبعا خالص. طبعا لان خد بالك برضو طبعا محمد الشناوي حارس عظيم، بس معظم الاهداف اللي بتيجي محمد الشناوي الفتره اللي فاتت من ايام سان داونز تسديدات من بره خارج منطقه الجزاء، فمهم جدا حاجتين. انا نادم على الشناوي نادم على الشناوي من ده الشناوي عشان خالص. صح ابوس ايد احب على يدك يا جدع، دي ما فيهاش. صح صح الراجل بيشوط من اول امبارح، دي فرقه فيها اتنين، التاني اسمه ايه؟ مينديز. مينديز وبيبي الاتنين والنبي قاعدين وصيناك اهو. حاجتين بس هيما سريعا قبل ما نخلص. حاجه الاولانيه لازم يتعمل بلوك على الاتنين دول لما يجي يصوبوا، ومحمد شناوي طبعا مش محتاجين ان احنا نقول له يعمل ايه، اكيد دي تعليمات مدرب الحراس. فالنقطه دي مهمه جدا، هو مش منتخب بيعتمد فقط على التصويب عشان الناس فاكره ان هم بس بيشوطوا، لا هم ده حل من الحلول لازم ناخد بالنا منها.